بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله دروس الرياضيات للصف الأول الابتدائي المنهج المصري، الفصل الدراسي الثاني، العام الدراسي 2015-2016. معاكم ناصر سالم. هنبدأ إن شاء الله في الوحدة الثانية. احنا خلصنا الوحدة الاولى، هنبدأ ان شاء الله النهاردة اول درس في الوحدة الثانية. الوحدة الثانية فيها اربع دروس بتتحدث عن الجمع والطرح. الجمع والطرح، طيب هفكركم بس قبل الجمع والطرح، الرقم ده اسمه ايه؟ ها الشاطر هيقول ده بسميه ايه؟ ايوه شاطر، 25. 25 بسمي الخمسة ده، بسميه منزلته ايه؟ منزلته احاد. وقيمته كام؟ قلنا في الاحاد قيمة الرقم نفسه خمسة، يعني لو تسعة تسعة وبينطق تسعة، يعني لو تسعة هنا اقول تسعة وبعد كده بنطق الرقم التاني. طب الرقم التاني منزلته ايه؟ منزلته بسميها عشرات، وقيمته بتبقى احط قدام الاتنين صفر يبقى كام؟ 20، وبينطق 20، يبقى انا الرقم ده اقول ايه؟ 25. طب الرقم ده 39، مظبوط كده. طيب الرقم ده مفيش هنا حاجة، يبقى بقول عليه ايه؟ 50. طالما الاحاد بصفر يبقى بينطق الرقم عشرات فقط، 50. طب ده 30، شاطر ممتاز جدا. طيب هذا الرقم، واحد يقول لي 6 6، لا 66. 66، طيب 87. 87، طيب ده 99. 99، وده آخر رقم هناخده في هذه المرحلة. إن شاء الله في سنة تانية بقى تاخد إيه؟ هتاخد أرقام كتيرة بإذن الله. طيب نبدأ بقى في عملية الجمع. أول حاجة عملية الجمع، لما باجي أجمع بجمع رقمين، بجمع ايه؟ احاد مع احاد، يبقى ده الاحاد وده الاحاد، احطهم تحت بعض واحط العشرات تحت العشرات وابدأ اجمع احاد مع احاد يديني احادين، عشرات مع عشرات يديني عشرات، يبقى انا بقول ايه؟ 43 هيت زائد 25. اجمع 3 زائد 5 بجمع في الجمع من فوق، والطرح برضو من فوق، يبقى بقول 3 زائد 5 كام؟ احط الكبير في عقلي، ادي عقلي اهو، ادي عقلي، رحت حطيت في عقلي ده 5، وعلى صوابعي على يدي اطلع كام؟ اطلع 3، اروح ضارب راسي كده واقول 5 6 7 8، مظبوط، يبقى 3 زائد 5 كام؟ 8. طيب العشرات مع العشرات يبقى 4 زائد 2، احط الكبير في عقلي، يبقى عقلي كان فيه 5 اروح شايلها كده احط ايه؟ 4، واطلع على يدي على صوابع 2، اروح اعمل كده زي علامة النصر كده 2، اقول 4 اللي في عقلي 4 5 6، يبقى 6. دي بسميها ايه؟ الطريقة الرأسية او الجمع الرأسي، ان انا بحط الارقام تحت بعض، بحط الارقام تحت بعض. هنا هي ادي الاحاد الخمسة، وادي الاحاد التاني 3، 5 و3 ايه؟ 8 زي ما قلنا، وادي العشرات 2، وادي هنا عشرات 4 يدينا 6. طيب لو حطيتهم افقي كده بسميها الايه؟ الجمع الافقي، بسميه الجمع الافقي، بجمع الاحاد مع الاحاد برضو ما فيهاش مشاكل خالص، يبقى 3 زائد 5 يساوي 8،
طيب بعد كده العشرات مع العشرات، 4 زائد 2 يدينا 6، 4 زائد 2 6. طيب هنا نفس العملية، ها ادي احاد وعشرات احطهم تحت بعض، 32 زائد 4. طب اكتبهم ازاي؟ اروح كاتب كده 32 وتحت الاتنين احط 4 وتحت التلاتة 4 واروح واخد شرطة كده. دي طريقة الكتابة سهلة جدا ما فيهاش اي مشكلة، او احطهم جنب بعض زي 32 زائد 44 لو هتجمع افقي او هتجمع راسي. طبعا احنا بنفضل الطريقة الايه الراسية. طيب 2 ببدأ من فوق، 2 زائد 4، احط ادي عقلي هو ده، احط 4 في عقلي واطلع 2 على يدي، 4 5 6، يبقى 2 و4 6، ممتاز. طيب 3 زائد 4، يبقى ادي 4 في عقلي وازود 3، احط 3 على يدي، 4 5 6 7، يبقى انا ايه اروح حاطط 7، يبقى 76. نفس العملية هنا، 2 زائد 4 6، و3 زائد 4 7، يبقى كام ديت؟ 76، 76. نفس الفكرة هنا، 22، الأحد كام؟ أدي الأحد 2، أروح جمع العشرات؟ لا، أروح جمع الأخضر مع الأخضر، الأحد مع الأحد، يبقى 2. وهنا كام؟ 5، 2 زائد 5 كام؟ 7، ممتاز. الولد اللي قال 7 على طول ده، واتنين زائد 5 تاني كام؟ 7، يبقى يدينا كام؟ 77، 77. لو هجمع افقي، 2 زائد 5، 7 الاحاد مع الاحاد، و2 زائد 5 عشرات مع عشرات، يدينا ايه؟ يدينا 7، يعني 77. اجمع، بيقول لي اجمع، هنجمع بقى، 8 زائد 1 بعد التمانية كام؟ 9، يبقى 8 زائد 1 9، 4 زائد 2 احط الـ4 في عقلي واطلع 2 على يد، 4 5 6 على يد، يبقى 69. 6 زائد 3 احط الـ6 في عقلي واطلع 3 على يدي، 6 7 8 9، ممتاز جدا، يبقى 9. 2 و3 سهلة، 5، يبقى كام؟ 59. 5 زائد 4، 5 زائد 4 كام؟ 9. 2 زائد 3، 2 زائد 3 كام؟ 5، يبقى 59، 59 برضو. 9 زائد 0، واحد يقول لي 0، لا غلط، 9 زائد 0 هو نفس العدد، 9، 0 زائد أي حاجة يدينا نفس العدد. طيب 1 زائد 5 يدينا كام؟ 69. نفس الرقمين ده هنا هو ده هنا، يعني 48 زائد 21 هي 19 زائد 50، 69. طيب 6 و2، 8، و6 و3، 9، شاطر، يبقى 98. 4 و4، 4 و4، 8. طيب 3 زائد 5، 3 زائد 5، 8، يبقى 88، 88. جمع سهل جدا وعملية بسيطة أوي. طيب بيقول لي أكمل، أكمل إزاي؟ 35 زائد 20 اجمعهم ازاي؟ ما اقعدش افكر بقى اقول 35 لا، يبقى انا اقول احاد مع احاد، مش عارف تجمع كده، اروح حاططهم تحت بعض، ادي 35 واكتب عملية الزائد، وادي 20، الاحاد تحت الاحاد والعشرات تحت العشرات، 5 زائد 0، 5، 3 زائد 2، 5، يبقى يدينا كام هنا؟ 55. طيب نجمعهم تاني، 5 زائد 0، 5، 3 زائد 2، 5. طيب 45 زائد 20، 5 زائد 0، 5، و4 زائد 2، 4 زائد 2، 6. طيب كام في زائد 20 يدينا 84؟
يبقى انا هنا ايه، 4 زائد 0 يبقى 4 هنا، وكام يا جماعة؟ الاتنين ادينا 8. شاطر، يبقى 6. 64 زائد 20 يدينا كام؟ 84. طيب 14 زائد 4 يدينا كام؟ فين الأحاد؟ ده هنا أحد بس مفيش عشرات. يبقى أنا أجمع أحاد، ده أحاد، طالما رقم واحد يبقى أحاد. يعني مثلا 4 لوحدها كده أحاد، 7 لوحدها كده أحاد، يبقى أنا بجمعها على الأحاد اللي هنا، 4 زائد 4 8. طيب هنا في عشرات واحد، طب هنا مفيش، طيب ما خلاص يبقى كأنه صفر هنا، يبقى 1 زائد 0 1، طالما مفيش يبقى 1. طيب 18 لما اجمعها على 30، 8 زائد 0 8. شاطر، و1 زائد 3 4، مظبوط كده. طيب 45 زائد 4 يبقى أحاد زائد أحاد، 5 و4 كام؟ 9. طيب العشرات هنا مفيش عشرات، يبقى تنزل الأربعة، يبقى 49. طيب 49 زائد 30، 9 و0 كام؟ 9. طيب 4 زائد 3 7. شاطر، ممتاز جدا جدا جدا. وقف الفيديو انت وحل ديات، لو ولد شاطر هتبقى تحل ديات، بيبقى ممتاز جدا جدا جدا. خلاص وقف، يبقى ده 62، هضيف عليهم الـ4 شوف هيديك كام، بعد كده اضيف عليهم الـ30 شوف هيديك كام. فكرة الجمع بقى، أنا ممكن أجمع بالعقل إزاي؟ إن أنا أحاول أخلي عددين أخليهم 10، أخليهم 10. ليه؟ لأن الـ10 يعني مثلا أنا إيه، عددين خليتهم 10، طيب باقي كام؟ 5، يبقى كام الناتج؟ 15 على طول. طيب 10 باقي كام؟ 10، يبقى الناتج كام؟ 20 على طول، وهكذا. يبقى انا دايما الـ10 ده من الاعداد الجميلة جدا جدا، وبتسهل عليك عملية الجمع، خاصة الجمع العقلي. الجمع العقلي ان انت تجمع بعقلك، تجمع بمخك ازاي ايه، يعني واحد يقول لك ايه، وانت رحت البقالة وعايز تشتري مثلا بكذا، فازاي تجمع تحسب بحيث ان الراجل ما يضحكش عليك او تنسى او كده. يبقى انا اعرف ايه، اعرف احسب عقلي. من الحسابات العقلية بقى ان انا ايه، ان انا اجمع عددين يساوي 10 على طول، ان انا اجمع اعداد تساوي 10. يعني مثلا لو قال لي اجمع هنا 7 زائد 20 زائد 3، واحد يقول لي 7 زائد 20 يبقى يدينا 27 زائد 3 يدينا 30. جمع العادي ده ولد عادي خالص، ولد عادي بيجمع عادي، انما الولد المحترف، الولد الشاطر، الشاطر قوي يعني، يروح عامل ايه؟ انا ملاحظ ان 7 ديت وتلاتة 10. طيب 10 زائد 20 30 على طول، مش محتاجة، سهلة جدا جدا. طيب هنا ننفذها هنا بقى، ادي 6 زائد 25 زائد 4. طيب ما انا ملاحظ ان ايه، الستة والاربعة دول 10. طيب 10 و25 يبقى 35، وانا مغمض، وانا مغمض. طب انت عملت ايه يا استاذ؟ 25، وادي هنا 6 و4 بدلتهم جنب بعض، 25 زائد 10 صارت 35. ممتاز ممتاز جدا، جمع عقلي على طول. طيب هنا ايه؟ ايوه 5 و5 هي، يبقى 10، يبقى انا 5 و5 جنبيها، طيب اصبحوا 10. وهنا كام؟ 28، ما هي 29 معلش، 27 و2 يبقى 29، 29 و10 39 على طول، بزود 10، يبقى 29 بزود عليهم 10 39، ازود عليهم 10 يبقى 49، وهكذا. يبقى العشرات هو اللي بيزيد واحد، قيمة العشرات هي اللي بتزيد واحد.
ايه هنا تاني؟ طيب 74 دي ما فيهاش مشكلة. طيب التسعة والواحد دي مع 10، يبقى تسعة وواحد 10، وعشرة 20، 20 و74 يبقى 94. سهلة جدا جدا جدا، 94 من غير العك ده كله. يبقى انا ممكن حل تاني، ادي ايه 74 و10 84 و10 94. جميلة أوي. طيب هنا حد يقول بقى بسرعة، ها؟ أيوة شاطر كده، 8 زائد 2 10. طيب 10 و20 يبقى 30 مباشرة، وأنت مغمض وأنا يبقى إيه، أنا أحاول أجمع العشرات. طيب واحد قال لي إيه؟ واحد قال لي اجمع لي 25 و مثلا على سبيل المثال و 33. بعمل ايه؟ عايز اجمع عقلي كده. طب ما انا 20 و30، ما قال لي 25 وقال لي 33، يبقى 20 و30 ادي 50. طيب وهنا 8 يبقى 58 على طول. يبقى انا اروح جمع العشرات في ذهني كده، واروح جمع الاحاد معاهم على طول في ذهني، يبقى 20 و50، 20 و30 50، وهنا 5 و3 8، يبقى 58. تمام كده؟ خلاص. بيقول لي اكمل عدد الكرات، انا عندي عدد كرات هنا 41، وعدد كرات هنا 33، وعدد كرات الحمراء 25. عدد الكرات بالصندوقين الأخضر والأصفر كام؟ أيوة 41 زائد 33. أجمع إزاي؟ أحد مع أحد، 1 زائد 3 4، وهنا 4 زائد 3 يدينا 7، يبقى 74 كرة. طيب عدد الكرات التي بالصندوقين الأصفر والأحمر، يبقى 33 أصفر 33 أحمر 25. أحد مع أحد، 3 زائد 5 كام؟ 8، و3 زائد 2 5، يبقى 58 كرة. عدد الكرات التي بالصندوقين الأخضر والأحمر معا، الأخضر 41 الأحمر 25. أجمع 1 زائد 5 خمسة ستة، 4 زائد 2 ستة، يعني 66 كرة، 66 كرة. عدد الكرات التي بالصناديق الثلاثة، واحد يقول لي ايه؟ 41 وادي 33 وادي 25 معايا. تبقى انا هجمع 1 زائد 3 4 و5 9. طيب 4 زائد 3 7، 7 و2 9، يبقى 99. 41 و33 و25، 1 زائد 3 4، 4 زائد 5 9. طيب 4 زائد 3 7 و2 9، يبقى عدد الكرات التي بالصناديق الثلاثة 99. بيقول لي اوجد عدد الكرات بكل الطرق الممكنة. يعني ايه بكل الطرق الممكنة؟ يبقى انا ممكن ايه، اخد ده الاتنين دول اللي انا جمعتهم هنا 41 و33، واجمع عليهم ال 25، يعني هيدينا ايه 74 زائد 25، لما اجمعهم يديني 99. ممكن اخد ايه، الاصفر مع الاحمر، او الاصفر مع الاحمر اللي هو 58، واجمع عليهم الايه الاخضر اللي هو 41، هيدينا برضو كام؟ 99. ممكن اخد ايه تاني، الاخضر مع الاحمر اللي هو 66، 66 هنا اكتبها هنا معلش 66، زائد الايه الاصفر اللي هو 33، يدينا برضو 99. يبقى انا عملية الجمع يعني متبادلية، ممكن اجمع اي عدد، لو 3 ارقام اجمع اي عددين واجمعهم، اجمع الناتج على الرقم الثالث. خلاص، يبقى احنا عرفنا كده عملية الجمع. اتمنى ان شاء الله يكون استفدت من هذا الدرس. لو الامهات او الاباء بيسمعوني، لو الولد او البنت كويسة وكويس في عملية الجمع، اديله.
يعني اديله عملية الجمع، يعني نبدأ برقمين احاد وعشرات تحت رقمين احاد وعشرات، بيحلها كويس. زود 3 ارقام تحت بعض، يعني احاد وعشرات برضو، يعني مثلا 21 زائد 5 و40 زائد 32 تحت ب3 ارقام. بيحل كويس بس تكون الارقام ما فيهاش حمل، يعني ما فيهاش كله تحت العشر، تحت التسعة، يعني لحد 99 بس معايا. زود له 3 ارقام، احاد وعشرات ومئات، احاد وعشرات ومئات معايا، بس برضو يكون الارقام تحت الايه، تحت ال99، يعني حصل جمع العددين ما يزيدش عن 9، ما فيش 10 يعني، عشان ما يعملش عملية الحمل على العمود اللي بعده. لقيت الولد ممتاز، لقيت الولد كويس وشغال في الموضوع ده، اديله الحمل، اديله الحمل. هنشرح الحمل بعد كده لان انا مرتبط بالمنهج، فانما الولد ماشي معاك اديله في هذه المرحلة، اديله. كل ما تدي مسائل أصعب الولد هيستوعب أكتر وهيخش في المناهج اللي بعد كده. يعني أنت لقيته مستوعب عملية الحمل، اديله حمل مفيش مشكلة خالص، واديله أرقام كبيرة وشوف. لقيته يعني مش فاهم الموضوع، ارجع بقى للإيه، للحاجات الإيه الأقل منها شوية، لأن الولد في المرحلة ديت يعني إيه، طالما مستوعب الموضوع زيد معاه، بحيث إن شاء الله يجيب نتيجة معاك. أشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.